من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتكيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما عميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله. تكبير الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. أنا أمي سمية في مدرسة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد كشكر الله سبحانه وتعالى نكم غير رحمة كبنزيتو مالمويتو متم محمد صلى الله عليه وسلم yani husea nafsi yangu pamoja kuhusea nafsi zenyu katika jambo cool na kuboga Allah subhanahu wa ta'ala kama kala Allah ta'ala ya ayuhaladhina amanu taku Allah haka tukati enyu wa umini mugoni Mwenyezi Mungu kama ni haki yake ya kuogo higwa wala tamutuna illa wantum muslimun na sinamfi kama hamu islamu fahuwa fi shati radia Allah alonga mbukama yunaishi maisha raha kutufu hadania ajabu nduva ili mepepo Allah subhanahu wa ta'ala malizia na kwamba kulu washrabu haniyam bima aslaftum fil ayyami lkhafia Allah agamba ijani na inyuani kama siku ya ajabu digire ni mama ishenyu na kwa yuja yigigwa chitabuja kwa mkono wa kushoto wa amma man uti ya kitabahu bishimali ama yuja yigigwa chitabuja kwa mkono wa kushoto fayakulu ya leitani ila muuta kitabia na longa ebu na singwa chitabuja nguba wala madhuri mahisabia na wala ebu na simanyi zaaya na mdani mbo waja na wakajute majuta ya jahana mwisho lakini kwa majuta ayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba
خذوه فغلوه مصليني مفغني من يرى رمسينغو ثم الجهيم صلوا على فمدلني مموتو ما جوتيو سيباكي غوك ما جوتو قوانا ما تشاچه منيزي مونا تشكالو سنواجا وخينغو بيتابو ياكم كونو أكديرا وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي وأمني مغهني منيزي مونغو كماني حكي أكوغو هيغوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسينوم في كمانيوه هم إسلامو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زواجه بالسيدة خديجة بعد رجوعه بشهرين من سفرته الثانية تزوج بالسيدة خديجة وكان عمرها 40 سنة وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة وكانت قبله متزوجة بأبي هالة وقد مات وله ولد منها وقد قامت مع الرسول 25 سنة ولم يتزوج إليها حتى توفيت وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشندلي نخفلا يتو نشمكاربيش مجنو يتو يومينغا موسيقى نايا تشنهمايدي ماتاتو لا تفضل مشكورا معجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسج رضا الله صلى الله عليه وسلم سيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر whoever believes in Allah the last day فلا يؤتي جاره دون harm your neighbor ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر and whoever believes in
أن يكون ضيفهم on your guest. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر and whoever believes in Allah and the last day فليكن خيرا أو ليصمت. Speak something good or remain silent. وهذا السلام